أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. انتشر فيديو بشراسة على موقع التواصل الاجتماعي لطالبة تدعى شادين مصطفى بالرقص على إحدى الأغاني النوبية أثناء تكريمها في حفل تخرجها بكلية أداب جامعة القاهرة، حيث لقى تفاعلا رهيبا، منهم من أشاد ومنهم من قد تلفظ بألفاظ غير حسنة لما فعلته هذه الطالبة أمام زملائها في حفل التخرج. هل هو الموقف صحيح أم غير صحيح، أم سليم أم غير سليم من الطالبة؟ أنا أرى أنها تعبر عن فرحتها بكامل إرادتها وبتلقائية. إلى هنا ينتهي الخبر، لم يعد لدينا المزيد لكن لدينا الجديد، فابقوا معنا وتابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لدعمكم المستمر وحسن متابعتكم، وفي انتظاركم في قادم الفيديوهات بإذن الله. ابقوا معنا على الدوام، وشكرا من جديد.